قولي لتيمور يجهز حاله، بعد شوي رح تنقلب حياته فوقاني تحتاني. خليه ينكر بار لهلا لنشوف. بدي اقول شغله، بلا ما ننسى هاي اللحظه ابدا، يعني بلا ما نسمح لحدا يخرب علينا هاي اللحظه، بترجاكم بلا ما نسمح لاي شيء يدخل بيناتنا. بس يا بابا. تمام بعرف انا غلطان تمام، بس يعني انا عم حاول اتلافى خطأي، عم حاول اني اتغير، ويمكن اذا انتم بتساعدوني نقدر نصلح اللي صار. تمام بلا ما نحكي بهذا الموضوع قدام الاولاد. تمام، اساسا نحن هلا كلنا واقفين مع بعضنا بكل الظروف. عزيز أوراس، اليوم بلا ما ندور على بيت. تمام. انت لا تتعب حالك، خلص اطلع لعند الدكتور ريهام وارتاح. انا برايي انت لازم تاخذ اجازه. تمام حياتي. يعني انت مصر على موضوع البيت؟ ما وانت مصر على الحديث، بس بلا ما نحكي بهذا الموضوع هلا بلا هذا الاصرار. تمام ماما، انا بساعدك. اساسا انا كنت ناوي احكي مع الدكتور ريها واخذ اجازه. تمام، بتحب نجي نحن كمان؟ لا لا لا، ما في داعي، انا اللي لازم اتحمل مسؤوليه هذا الشيء. تمام، اساسا انا ما عم اقدر سكت ضميري، على الاقل خليني اعمل هذا الشيء. يلا عن اذنكم. لا تحكي قدام الأولاد. إيه بس أنا قراري نهائي. وأنت كمان لا تضلي تيمور، خلصنا على رأيك ولا تتسرعي. خلص بلا ما نحكي، ما في داعي. خلص. ألو سليم، وينك أنت؟ قلت لك إني جاي، استني 5 دقائق بس. أنت كيف تحملتي طول هالوقت يا رجال؟ وقف وقف، لا تجي، أنا غيرت رأيي، ما رح أقدر أعمل هالشي. وشو يعني هالحكي؟ رنجن أنت ليش خايفة لهالدرجة؟ ما عم بفهم. القصة مو قصة خوف، بس ليك أنا ما بدي أحرق قلب حدا لأنه عندي بنت. لا والله ما حذرتي يا رنجل، أنا وأنت حكينا واتفقنا. تمام، أنت رح تعملي اللي لازم تعمليه وأنا رح أعمل اللي علي. بدك توقعي لي؟ هاي ما أنا لعبة أولاد صغار. سليم استنى، ملحق عليك، الحق علي. شي مرة بس تصرفي بشجاعة وكملي الطريق للآخر. الله يلعنك. تيمور رد علي. شو في شبك؟ ما في شيء، المساعدين ضيقوا لي خلقي من الصبح. العمى شو هاد؟ سليم جاي على المشفى، رح يخبر بهار عن بارلا.